مرحبا ادون اورلو ظروف. مرحبا ادون ديفيد سامحون. اورلو ظروف من رجال الاعمال البارزين في تل ابيب. بالتاكيد، والا ما كانش هيبقى موجود في بيتك. اتفضل. بس سجانا لوف بخور شطريت في سلاح الجنيمات بجيش الدفاع. تشرفنا. تشرفنا. جيفيرت شطريت. انشانتي مدام. اتفضل. جيفيرت ليليان فريدمان، واحدة من أشهر الصحفيات في تل أبيب. وده هيخليني أتعلم العبري بسرعة علشان أقرأ لك. آه بس أنا بكتب في الاقتصاد. ليليان محررة شؤون اقتصادية في دافار. أها. مش خسارة. مش خسارة الجمال ده في جفاف الأرقام. اتفضل. أدون رودي ليشع، مدرس لغة فرنسية. أنا مدرس عبري كمان. أوه ده هيخليني بقى محتاج لك من دلوقتي. جيفيرت حنة والدة رودي. أهلا. من العار على أي إسرائيلي إنه ما يتكلمش لغته القومية. جيفيرت ليشع زوجة رودي. أوه ده أنت مش مدرس وبس، ده أنت كمان ذوقك رائع. أوه حقيقي أنت جنتلمان. ميرسي. رغم اللي عرفناه عنه بيقولوا إنه كان مناضل. لعلمك بقى ان الناس اللي بتناضل دي وبتعرض حياتها للخطر دول اكتر الناس احساسا بالحياه وبالجمال اللي فيها. انا كنت دايما بقول كده، دايما بقول كده. ودلوقتي كل واحد مننا ياخد كاسه عشان نشرب في صحه ادون سامحون. ادون سامحون، مرحبا بعودتك الى ارض الوطن.